احنا هنا لنجسد، نقوم بالعملية الانتخابية لنجسد هذه العملية على أرض الواقع عندما نبلغ السن القانوني، ولنعرف حقوقنا وواجباتنا. واحنا حببنا ان نخوض هاي التجربة لكونها مهمة لما تصير نوصل للسن القانوني. اليوم قاعدين بنجسد عن كيف نعمل انتخابات عشان نقدر في المستقبل بس نصير ناس فاعلين في المجتمع، ونقدر نجسد انتخابات حقيقية ونكون نعرف واجباتنا ومسؤولياتنا في عملية انتخابية فعلنا. يعني هذا المشروع اللي بنقوم فيه اليوم اسمه مشروع التوعية الانتخابية في المدارس. هذا المشروع ينفذ في 60 مدرسة في الضفة الغربية في كافة محافظات الضفة الغربية، ويعني يشارك فيه 6000 طالب وطالبة. هذا المشروع يعني اليوم هذا الأسبوع تتم عملية الاقتراع في كافة المدارس، واليوم نحن في مدرسة أبي سلمة في طول كرم نقوم بمتابعة تنفيذ هذا المشروع الذي كما هو يتضح يعني من ترتيب القاعة ومن مشاركة الطالبات أنه المشروع يسير على ما يرام، ونأمل أن يتم المشاركة بأكبر قدر ممكن من الطالبات في الانتخابات، وبالتالي الحصول على أكبر توعية انتخابية ممكنة. اليوم في عنا انتخابات لطالبات الصف التاسع. مشروع الانتخابات هذا بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية تم بالاتفاق معهم تفعيل مشروع الانتخابات أو التوعية الانتخابية. يهدف هذا البرنامج إلى توعية الطالبات بأهمية الانتخابات ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع بأهمية الانتخابات ودورهم في المجتمع أثناء تحقيق الانتخابات الحقيقية أو الرسمية في حينها. هذه الانتخابات هي محاكاة حقيقية للانتخابات التي تتم عادة في أي انتخابات في البلد. طبعا ضمن هذا البرنامج كان ضمن حصص التربية المدنية للطالبات، في يوجد في هذا من وحدة الكاملة عن الانتخابات وأهميتها للطالبات.